المصطفى وبقولك النافع. يا ربي بالمصطفى وبقولك النافع وبالأربعة كتب وبمحمد الشافع. يا من بسطت الأرض وجعلت السماء رافع، يا من بسطت الأرض وجعلت السماء اجعل نبينا محمدا يوم اللقاء شافا. باسم الإلهي الكريم الأوحد سبحان فرد صامت وين أراد يبقى وينال الماضي.
أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا وفي محبته أرواحهم بذلوا، هاموا على الكون من وجد ومن طرب وما استقل بهم ربع ولا طلل. داع التشوف ناداهم وأقلقهم وكيف يهنوا ونار الشوق تشتعل. سبحان من خصهم بالقرب حين قضوا في حبه وعلى مرغوبهم حصلوا. أهل المحبة اليوم يشرفونا بحضورهم للموسم الثاني، جاونا وشرفونا بحضورهم سيدي عامر المزوغي ولاية المنستير. نرحبوا بمجموعة المقدم للعوامرية بقيادة شيخي وأستاذي شيخ علي المقدم. مرحبا بك سيدي. شكرا، بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة الثانية سي محمد، شكر للتلفزة الوطنية، محلى مشمومك للمخرج وبالأخص سي محمد المخرج ما شاء الله عليه. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير، إن شاء الله رمضان مبروك على تونس في الخارج والداخل، الشعب تونس الكل. إن شاء الله نعديو سهرية باهية معك إن شاء الله. إن شاء الله هذا أملنا يا شيخ، أملنا وطلب من الجمهور. أنا ربي يبارك فيه سيدي الشيخ. عملوا حكينا على سيدي عامر وزيارات ولا تاريخه قداش عندهم القرن والفرقة هذية. أثناء حبيت نسألك مختصر، المجموعة هذية الشابة تبارك الله، فما كان أنا وأنت كبار وعزدين يذول يا كبار. أي يذول يعزدين. أنا ثلاثة شياب موجودين توا. الموجودة المجموعة الشابة هذية من أصوات وعاسفين تبارك الله ومن ناس ومن إيقاع، كيفاش لميتها؟ كيفاش تواصلت على شكون؟ خذيتها على الوالد؟ والله بطبيعة الجد يخذى على الجد وبابا خذى على الجد وانا خذيت على بابا. وقتاش خذيت شيخ المشيخة نتاع الفرقة؟ في حياة باب المنجي وقبل؟ في حياته ان شاء الله في وقت اللي هو انا بالضبط عام 85. عام 85 كبر شوية وليت تاني معناها متقدم على كان هو الله يرحمه معناها هو كل في الفرقة هو يعني وقت اللي هو بدا معنا مرضه شويه وكل معنا. انا من الاول انا عمري 4 سنين وانا معاهم راه مش في بالي. عندك تصويره بالبندير وبرقيبه يرحمه شادك في يده والبندير عمرك مو 3 سنين هكاك. معناها وقت اللي تمسكت معنا بالفرقه وقعدت انا شيخ الطريقه معنا في حياته وهو الله يرحمه تعرف الشباب وتعرف كل شيء معنا ونحشمه منه ياسر احنا حتى كي تلفت على غفله حتى التبسيمه لا سيرتو في وقت الميعاد وقت الخدمه حيث وقت اللي شافني انا انتجتك 17 و18 و19 عام انا يقول لك شباب وبالكش يتكيفوش بالكش حاجه ما انا عاش من عرف قدره كما هو الله يرحمه ينعمه معنا جدي ياسر وما شعراوي شويه معنا خلى هكاك ولينا معنا ولاد اختي و والخويا تبارك الله نشوف فيهم صلي على النبي. وقعدنا هكاك معناها عطيناها معناها للاجيال اللي بعدنا احنا. لكن هنا سيدي الشيخ شنو اللي اضفتوه للقديم؟ نعرفوا اللي قاعد الموروث اللي قاعد يتغنى هو اللي غناه باب المنجي على جده ولا غيره. انت شنو اللي اضفته في معناها كمجموعه؟ هي والله كما قلت لك انا عمري 4 سنين معناها في وسط كشاتي تربيت وفي وسط معناها رجال معناها رماما معناها نتاع صنعاء. توا مش نحكي على الطريقه ساعه شويه هي معناها تمست شويه هي الطريقه هو الطرق الكل تمسوا كل شيء يتبدل تمسوا معناها توا داكور دوك العروض دوك الواحد داكور دو. اما كي تاخذ معناها طريقه باش تخدم طريقه عامريه ولا قادريه ولا عام هذبها اما ما تمسهاش في الصميم صحيح معناها كيف اللي الواحد معناها بنيه معناها تحفه رائعه عمرها قداش هذبها مثالش اما مش طيحها رممها رممها وهذبها داكور دو. اما مش طيحها الكل وتبني في بلاصتها عماره بغير عرس ما تدومش. الطرق مثلا بالمناسبه هذه نقول ان شاء الله رمضان مبارك على اهالينا في القيروان. ولكن نحب نشكر زاد اجازه سمحنا له معنا باخذ الطريقه العامريه سي محمد كركود. اي ولد الشيخ معناها نحيو اخونا صلاح كركود قادوا بعض الحاجات اللي محافظين عليها الطرق مثلا كي قلت الفرقه العلويه هذه معناها مازالت في القروان مازالت في القروان معناها شاده روحها ومازال يخدموا في الطريقه هذيك وصحيحه. هذوما الناس اللي حافظوا هذوما الناس اللي حافظوا على الطرق الصوفيه
الحمد لله. الشيخ شو باش سمعنا تو؟ نسمعوا تو نعملوا غربي شو رنقبه غربي. نعملوا غربي ولا سمعنا ترجم عند عم بشير. هذيك كي نبداو بحذاها عم بشير. اي تفضل سيدي الشيخ سمعنا شور القبه والحرم مولي.
على الوصلة الجميلة، الوصلة الحلوة من تقديم أوامرية المقدم شور القبة والحرم مولي. هذه اللي بدأت بها الوصلة اللي معروفة بالغربي، وهي باش نسأل بعض الشيخ هو اللي أكدوا لي، وإنه كانوا بعض ما يزوروا الزوار يمشيوا لزيارة أداء فرائض الحج، كانوا يزوروا سيدي عامر في قبل خروجهم من الزاوية معناها للحج، وبعد رجوعهم يزوروا معناها سيدي عامر. احنا هنا سمعنا توا اللي كمل به البرنامج اللي كمل به الوصلة هذه، انه نوع من الاحتفال القوي في الايقاعات، ايقاع بين البنادر بين الدربوكة الحزابي، هذايا اللي باش نستقبل على اثره به هو ومناسبته خويا ولدي سهيل حسالم. مرحبا بك سي سهيل. شكرا سيدي، عايشك سي محمد، شكرا. هو سهيل باحث في العلوم الموسيقيه، واصل قاعد يواصل ان شاء الله راهو دكتور يا ربي على قريب، وهو قاعد في نفس الوقت يدرس هذا الايقاع وفي المعهد العالي للموسيقى في سوسه، ودارس غادي وباحث غادي وطور الموهبه نتاع الايقاع. سيدي سهيل مره اخرى مرحبا بك. شكرا شكرا سي محمد، عايشك على الاستضافه، شكرا على التقديم زاده. والله حبيت نعرج اصلا المدرسه الام اللي تربينا فيها قبل ما نقراو في المعهد العالي للموسيقى، وكل تلمذنا في المدرسه الام اللي هي طريقه العوامريه. ونحب نغتنم بالمناسبه نقدم شكر للشيوخه شيوخ الطريقه الكل اللي تورثنا عليهم طريقه العوامريه. نبدا بالذكر خالي الشيخ علي اللي معناها اطرنا من اللي احنا صغار كما نقولوا. انت توا ولد اخت الشيخ. ولد اخت الشيخ وحفيد الشيخ. حفيد الشيخ يرحمه الله. بالمناسبه هما ناس فناوا عمرهم كما نقولوا باش وصلوا الطريقه اللي راو فيها حاليا، استحفظوا عليها واللي هي مهمه ماهيش سهله حتى طرف، معناها ديما نجيو نراو نلقاو ناس كل معناها الطريقه هذه كما نقولوا شهيه، الناس كل تحب عليها في تونس، الكل يقول لك العوامريه فتحت الشهيه هي في العروض الكبيره في العشريه، في العشريه الاخيره لينا رينا الناس كل معناها الانظار نتاعها على الطرق الصوفيه، وهذا مش من لا شيء من الثراء اللي فيه الطريقه العوامريه. احنا تو سهيل شفنا اللي الفت انا نعرف ولد انا متبنيني في الطريقه ولا لا؟ اكيد جد ولد العوامريه، لكن اللي يجلب الانتباه تبدا تتفرج فيه هكا على جنب، سورتو تحطه قدامك تبدا تتفرج كما الساده المشاهدين، وانه اللي صار هذايا في الاحتفال الايقاعي اللي صار بين البنادر وبين الواحد مشاركه الزكار، هذا اللي يسمى الشبوكه. هذا يتسمى شبوك كما ذكرت انت سي محمد، هو شنو في شكل سؤال واجابه ورد سؤال ورد اجابه بين الدربوكه الحزابي، بين الدربوكه والبندير رئيس البندير والدربوكه، واللي يقوم بالربط تشبيكهم، انا يقوم تشبيك تعريكهم في بعضهم انا بين قوسين هو عازف الزكرة سياس الدين هو اللي يقوم معناها بالربط بين الكستيون والريبونس، معناها السؤال والاجابه الايقاعيه اللي قاعده تصير بين الدربوكه والبندير. وذي شبوك كما نقولوا هو ارتجال ايقاعي، معناها واللي بدعوا في الاصل هو الشيخ علي والشيخ المنجي المقدم اللي قلت لك بالمناسبه، معناها ناس الشيخ المنجي نترحموا عليه طبعا، الله يرحمه وينعمه، وسيد الشيخ علي ربي يفضله لنا، معناها ناس كما قلت لك حبيت نرجع بشبوك حبيت نرجع لك شويه كيفاش معناها الناس هذوما شدوا صحيح الشيخ المنجي المقدم، معناها ممكن ما لقاوش الوقت، معناها ما لقاوش الوسائل الاعلاميه كما المتاحه توا، اما هما ناس الفت نوبات وناس معناها حافظت على الطريقه كما قلت لك في خضم معناها الوقت اللي عايشين فيه. الارانجمون والتوزيع الموسيقي معناها سهل نوعيا، معناها اللي واحد عندي فكره توزيع نجم نوزع، اما المحافظه على الشكل الاساسي معناها كما نقول للنوبه ولا الايقاعات العوامريه هذا اللي ولا صعيب معناها. وبالمناسبه معناها نحب نشكر كما قلت لك الشيخ علي معناها، وان شاء الله نواصلوا نحافظوا على نحب نشكرك انت القالب الاساسي. نشكرك انت شكرا الشيخ علي ونشكروه مقبله، هو ابونا واخونا الباهي، وانك انت باحث في العلوم الموسيقيه خرجت من الطريقه هذه، شنو اللي تتصور سهيل تنجم تزيده وانت فماشي تورينا الشبوك هذايا، رينا فيه جوستيس حلوه ياسر، نتصور معناها هذايا نوع من المحافظه على اللي كان صاير ويعطي جماليه حلوه، يعطي رونق حلو. لكن شنو انت فادتك العوامريه
في 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 في, في ثنيتك اللي تقرا فيها تدرس فيها وتبحث فيها، وشنو هو ناوي تزيد وشنو اللي زدته تو؟ اللي اضفته هنا العوامريه هي. واللي استفدنا منه كونه كي تتلمذ على طريقه كما نقولوا صحيحه هي. وخاصه الطريقه العوامريه غنيه جدا بالايقاعات المركبه هي. نلقاو في العوامريه ايقاعات مركبه، ايقاعات مركبه ما نلقاوهاش في باقي الطرق كيما عندنا، ما اتاحتش الفرصه ان شاء الله في فرصه اخرى نسمعوكم المصدر العوامريه. للساده المشاهدين يختلف، فلا مصدر المالوف فما في المالوف فما المصدر وناهم الايقاع، لكن في العوامريه يختلف. انا سمعت سامحني سهيل تفضل، اكيد اكيد سمعت كشاهده مش انت تواصل ورايا، المربع نتاعكم في إضافة، البطايح نتاعكم في إضافة، الدرازي الدرازي الساحلي، الدرازي العوامري يختلف على الدرازي، يختلف على الدرازيات الأخرى طبعا. كما قلت لك المصدر في العوامرية غني جدا، علاش؟ إيقاع مركب، وما نحبش ندخلوا برشا في الأسامي التقنية للموسيقى، أما ما يسالش نعطيه إفادة، هذا قاعد عادي فيه لل... أكيد أكيد طبعا، أكيد زملائك أكيد جدا أكيد، وطلبتك اللي قاعدين، خاطر أنا نجي للمعهد العالي للموسيقى ونشوف بعد نوجه تحية شكر لأستاذنا أخونا الدكتور فاخر حكيمة اللي هو بذاته مغروم بالصوفي وشجعنا أكيد الكل أكيد على 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 الطرق الصوفية وعلى الفن الروحاني، ونوجه بالمناسبة اللي عمل الشبوك الصحيح معناها معاك هو أخوك وخويا نصيرة بالحاج سالم، ذاك علمني زاد، ذاك اللي علمني والأخت الشيخ زاد، بالمناسبة زاد سي علي بالحاج سالم زاد أخو سي علي، خليناه خليتوه في سيدي عامر ما جبتوش معاك سيدي عامر الله غالب ما تاحتلوش الفرصة. نصيرة الدربوكة الراه فيك تتفاعل معها، تقولش عليها آلة وترية معناها تنطق فيها من كل تنطق فيها، فما تترجم في حس موسيقي، حس إيقاعي، حوار قوي بين الدربوكة والبندير والزكرة، بالحق تقولش عليها تتكلم، ونتصور فما إضافة على اللي كانوا يعملوا فيه قبل، خاطر الراه تبارك الله في السواشم، الراه في الترعيش، الراه في 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 محاسبات اخرى في الموسيقى. تحكي لي خويا كيفاش صحه السامه ورمضانكم مبروك، مرحبا بيك، ونقدم تحيه لفرقتي للي حضر واللي ما حضرش يعيش الله غالب، فما ظروف وتات مش مش يحضروا. بالنسبه للشبوك اللي هو تخميره احساس، ما تنجمش تخدمه، ما تنجمش تركبه وتقول هاو مش نخدم شبوك توا ونخدمه، هو احساس صحيح. يبداه الزكار، بعد يدخلوا البنادري، نكملوا واني تسمى الترجمه، اني نعمل الترجمه نتاع الزكره، ونحاول ديما نزيد وين نكبس في الريتم، وين البنادري يزيد هو ريتم اخر، يزيدني موازين مركبه اخرى، نولي اني نغلف عليها ونركبها، هذا كل احساس راه. هي احساس وصنعه زاد. بالطبيعه. صنعه قوية. تربينا فيها وعشنا فيها. انا تخش عليا اول مره اليوم نتفرج، والله اليوم تخش عليا اول مره نتفرج في الشبوك، رغم اني نعرف وليت شكيت. بحكم المراحل اللي تعدى بهم الشبوك، سمعنا كثير من الايقاعات، ومعناها ايقاعات كبيره، حتى عليا بن حسالم زاد اللي هو غايب ما حضرش، رئيس بندير، رئيس بندير زاد معناها عندنا رئيس بندير وعندنا قلفه، الرئيس القلفه يقعد شاد الميزان نتاعه. بالنسبه للرئيس بندير هو اللي يحاول يركب الموازين، والزكار هو اللي يزيد يسخر، خاطر كيما قلت لك راهو احساسه معناها بخلاف الغناء وبخلاف الوجد اللي ياخذ الواحد حاجه كلمات حاجة يسمع اللحن، يزيد يهز وجد اخر وفما جمهور يجي يظل بذمه الشبوك ويتفرج. نحب نعرج على حاجه بالمناسبه هذه، في السنين الاخرى بعد ما جات الكورونا ربي بعد علينا والحمد لله وفات، الحمد لله ربي عافينا، كانت كما نقولوا العاده كانت الزياره كل نهار خميس تصير في سيدي عامر، للاسف معناها ما عادش التمظهرات كل كما نقولوا برشا نتلموا العباد كل ما عادش تصير، ان شاء الله قدرة ربي السنة مش نرجعوا كل نهار خميس كما العادة، وعندنا زيار من تونس الكل تجي، مرحبا بهم مرحبا بهم، زيارنا في تونس الكل سيدي عامر بلادكم وكما العادة، ونرجعوا نهار الخميس والحضرة فاهمين على الشباب فاهموا على الشباب والعادة وليلة العيد الكبير، هذوما العادة نتاعنا ان شاء الله باش نرجع. حكينا عليها عم ناول، شوف سمعونا توا زيد عليا شيخ نسمعوهم شيخ الفزوع 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 هذه كذلك معناها فزعة قوية هذه، تفضلوا يا سيدي ملا شكرا، سمعونا الفزوع
ناديت في ضيق امراه والليل ساب الجناح ناديت في ضيق امراه مولاي
الله الله يا بابا سيدي عامر يا بابا مولى الحضرة المهابة. حضرة سيدي عامر معروفة ومعروفة بالوجد نتاعها وبالوجد اللي ياخذ المريدين كما يقول سيدي عبد السلام الأسمر من حب الأسياد حبوه على ساير الوقت ديما فوق العلال يحطوه وديارو تبقى رسيمة. كل شيخ يحمي مريديه يحب مريديه يحميهم بالعلامتهم بالكلمة الطيبة ومن مريديه سيدي عامر والفنانين الشبان اللي يبدأوا يشقوا في طريقهم صلي عن النبي وشق طريقه في العوامرية في الفن الصوفي في الفن الإنشاد الروحي زاد في الفن التونسي. نستقبله معنا أخونا حمدي الشلغمي. حمودة مرحبا بيك. وبيك سي محمد مرحبا ويشرفنا بحضورك. رمضان تونس بألف خير إن شاء الله. حاتم مش بيك ما جبتوش اليوم أستاذنا حاتم هرب علينا اليوم. حاتم التزامات ربي يعين. ربي يعين ربي يعين. حمدي مرحبا بيك. وبيك سي محمد. نراوك من ما شاء الله من البيليه ومن الموجدين الصحاح في طريق العوامرية صحاح من ناحية شنو من ناحية محافظته على الطريقة وشنو المجهود اللي قاعد يعطي فيه والروح اللي يعطي فيها ويحبب في الشباب. الشباب اللي قاعد يحب في الطريقة هذه في كما مغرومين بالإيقاعات مثل العوامرية الحلوة اللي دخلت والناس قاعدة تتبع كما مغرومين بطريقة الأقوال. أنا كي نلقى قداش من مرة فما واحد مرة قلت شو تخذ في تغني فيها هكا قال لي تعلمت على حمدي الله الله في الإذاعة ولا في إذاعة المنستير حاجة تفرح وهز تليفون وكلمك وقتها قال لي تعلمت على الطريقة هذه تعلمت على حمدي به وإنه شباب يتبع وإنه حمدي شنو اللي أحكي لي يعني خذيته واللي تجم تضيفه للعوامرية. بون بالمناسبة دي تحية للشيخ علي المقدم أول حاجة وتحية للشيخ عز الدين جرفال لأنه هو حاجة مهمة راهو كي راهو الذكرى وذكرى العوامرية بالأساس هي الروح التونسية الصحيحة وأنا خذيت على سي عز الدين لأنه مقاماته طبوعه تونسية صحاح نحكي لك كذا من اللي بديت نتعلم وزيد وضني تربيت على خالي صابر التومي نتوجه له تحية خاصة كان منشد مع الشيخ علي منشد مع الشيخ علي وولد الشيخ علي هو ومن بعد أنا تورثت كونه ولد الشيخ علي زاد يعني تعلمت عليهم وكنت الحق مغروم برشا خالي صابر تومي في القصايد وهذا الكل بعد بشوي بشوي بدينا نتعلم ونحفظ حفظنا النوب ومن بعد ما شاء الله ما شاء الله مجموعه من النوب قوية احنا نعرفك بارك الله في الحفاظة مع كيما الشيخ علي هذا مهم هذا البيه وفي طبوع ومقامات مختلفة وطبوع مختلفة اكيد اكيد راهو النوب العوامرية ثرية برشا سواء على الطبوع التونسية والايقاعات والكل يكمل بعضه يعني نوبنا عبارة نوب مالوف زادة لأنه علاش قيت المالوف سي محمد سهيل عليا من بعد كي دخلت للرشيدية في سوسة لقيت المالوف عبارة من صغرى في وسطه لأنه العوامرية كي حفظت وحفظت الطبوعة التونسية وتعلمت وتغرمت في الميدان هذا وفي الهنك التونسي الصحيح. وحمدي بالله باش نسألك تولي اسمها العساوية للناس اللي تعرف عندها نغماتها وعندها قوالتها اللي يسمع القادرية اللي يسمع العلوية خاصة اللي فيها الإيقاعات اللي فيها الإيقاعات القوية وين لكن اللي يسمع العوامرية يسمع روح أخرى مختلفة. أنا أول ما جيت للساحل معناها وجيب حذاكم وقتها توا 12 سنة التالي كي نسمع أقول قديش تشبه الروح المالوف فيها برشا روح مالوف فيها فيانة في القوالة وفيها تركيز بخلاف الإيقاعات وشبوكات الإيقاعات والذكرة الذكرة فيها في قوالتها فين وزن وفيها تركيز على القوالة مثل الإنشاد المجموعة كي تقول صواتهم ياسر فيهم فينا وفيها الإنشاد الفردي. نأكد لك على هذا سي محمد في النوب العوامرية سي عز الدين جرفال كي يعطي اللازمة مثال في طبع الحسين نوبة حسين ولا نوبة سبعين ولا نوبة راس الذيل راهو ما يخرجش عن نطاق يقعد في نفس الطباع وكي يصرح لك يصرح لك في نفس الطباع وهذا مهم ما يخرجش السامع من
من الروحانية نتاعو، يعني كي يتخمر روحانيا ويسمع نوبة راس الذيل ولا أصبعين ولا حاجة، الوازم نتاع الذكرى ما يخرجهاش عن النطاق نتاعو. صحيح. وسر الإنشاد شيخ عليا زاد في الإنشاد الفردي القصايد الراو أنه عاطين في المجموعات اللي تخدم جماعي منها كيما العيساوية وكيما العوامرية جماعي، لما لكن تلقى ديزانترفونسيون تدخلات للمنشد امبروفيزاسيون مع المجموعة ويكون صوته جميل. أيه. يعني يلزم يكون بقاطع النظر. فما قولك أن يقول الشيخ شقرون قال سمعها على أستاذنا عبد الحميد بن العلجية الله يرحمه وينامه، ويقول تلمود عيساوية ما يخرجش منشد، معناها انه يعمل كان على اصوات الجماعه، معناها ما يعملش على صوت فردي جميل، معناها بشيء يمكن في صوت القصاد يكون، لكنه يعمل على قوه المجموعه في الصوت. في العوامريه نسمع اصوات الجميله كي ناخذوا مش مجامله، لكن هذا يظل من شروط العوامريه. اكيد العوامريه هي شوف راهو الانشاد المجموعه، واهم حاجه رئيس البندير شيخ علي المقدم كي يتبرع ويشد بندير راهو يعطيها حقها ويعطيها روحها. راهو ماهوش هكاك رئيس بندير وبرع وشد رئيس بندير، راهو الرئيس البندير كي يتبرع بالصحيح، وكي الزكار يجاوبه يعرف كيفاش يجاوبه، ويعرف شنو اللي معناها شنو اللي يتماشى مع النوبه والروح هذاك والدربوكه. أهم حاجة تربط هي دربوكة. دربوكة حزين. حاجة مهمة سي محمد، راهو دربوكة كنهار نترنا ونبرفو من غير دربوكة وين يا ربي شنو ناقص؟ تقول ناقص حاجة. راهو تقول ناقص حاجة. قلت لهم شبي الميزان هكا وهي ناقصة دربوكة. أهم حاجة تربط وإحنا سلسلة، راهو تنقص حاجة ولا حاجة راهو. حمدي رينيك في تجارب أخرى في هي فرصة في التونسي في الأغاني في أيوة. التونسي إن شاء الله راهو عندك إنتاج جديد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. أريد في الأغاني التونسية، رينيك في المألوف، رينيك في تجربة الحمد لله في الصوفي في عروض أخرى كما عرض المشايخ اللي كان شرف خدمنا مع بعضنا. أكيد. التحية للمايسترو محمد الأسود خونا محمد اللي وقف على العرض الحلو اللي إن شاء الله يكمل إن شاء الله يكمل تجربة اللي الـ الأغنية متاع أهل المحبة اللي عملناها في جينيريك هي من عرض المشايخ والتوزيع متاع الفنان رياض البدوي والتصور متاع اللازمة اللحنية لمحمد الأسود. تحية ليهم الزوز وتحية لك أنت تو شوف سمعنا مش نجمو نختمو تو نوبة ساحلية أم الزينة الجمالية والشي لله أم الزينة الساحلية أم الزينة الجمالية. أعزائنا المشاهدين، واحد بش يقول يا من يعز علينا أنه فريقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدموا. بش نختموا سهرتنا الليلة بأحسن نوبة من بين النوب المزيانة، هي نوبة أم الزينة الجمالية مع مجموعة عليا المقدم للإنشاد الصوفي جماعة العوامرية. نقول لكم تصبح على خير، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة في الشهر الفضيل، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. يا سيدة حرمك منوار، يا سيدة حرمك منوار بالذكر حسن المعالي، يا سيدة حرمك منوار بالذكر حسن المعاني يا دل قلبي مغير يا
سيدة قلبي مغير، يا سيدة قلبي مغير، نبغيك تنظر لحالي يا ليلى.
خلوني مسكين.
سيادي شيروني يا للشمايل، يا عمر يا بابا في الوصل يا جمالي.